طيب أحمد، في موضوع العالم كله مهتم بيه وهو العملات المشفرة. مع إنها مشفرة وكان بعض الناس في الأول خايفين من فكرة تشفير العملات، إلا إنها لقت إقبال كبير جدا من المواطنين في قارة أوروبا بالتحديد وطبعا أمريكا. أنا عايزة أقول لحضراتكم إن إيلون ماسك عمل تويت واحدة لعملة من العملات دي. هو في أكتر من 11 عملة، وفي لسه عملات هتشوف النور، يمكن اهمهم واشهرهم البيتكوين. لكن عايزه اقول لك ان ايلون ماسك عمل تغريده واحده على تويتر على دوش كوين، عايزه اقول لك ان هي عليت الانفستمنت او الناس اللي اشتروها. لو انت بقى بتراقبي دايما حساب ايلون ماسك هتلاقي ان اي حاجه بيكتب عليها هي على طول بتكون المستقبل. التغريده الواحده منه بتغير وبتقلب يعني كيانات كبرى الاقتصادات الخاصه او المهتمه تحديدا بمجال التكنولوجيا. انا اسف انا قطعت كلامك. لا اتفضل. بس انت كمان عندك حاجات كتيره قوي تقولها لنا على الكريبتو كرنسي. يعني انا زي ما كنت بقول لك انه هي كريبتو كرنسي، كريبتو يعني مشفرة، مع انها مشفرة الا ان هي لقت اقبال شديد. وانت عندك كمان حاجات اكتر تقولها لنا. يمكن لو احنا هنتكلم على فكرة العملات المشفرة، فالعالم كله بيتجه لما بعد جائحة كورونا لفكرة التخلي عن العملات، خاصة واحنا داخلين على الميتافيرس. الميتافيرس بتقول اللي هيبقى عندنا عالم افتراضي. العالم الافتراضي ده هيكون بيجمع ما بين الـ AR والـ VR، الواقع الافتراضي والواقع المعزز. بنلاقي فيه كل حاجة هتكون موجودة، هقدر اللي أنا اشتري هدومي من على العالم الافتراضي والبسها افتراضيا كمان. فده هيخلينا اللي احنا نلجأ لهذا النوع من الأنواع الخاصة بالعملات المشفرة أو العملات الافتراضية. فهو ده يعني زي ما بيقولوا كده المستقبل، فأغلب الدول لجأت ليه. أوروبا نفسها دلوقتي بتدرس فكرة إن هي يكون عندها عملة إلكترونية. العملة دي مش هتكون حسب تصريحات البنك المركزي في أوروبا مش هتكون بديلة عن النقود، لكن هتكون مكملة ليها. يعني الاثنين هيكملوا بعض، لكن هتبقى ليها نوع من أنواع الأمان. يمكن البيتكوين أو البيتاكوين، البيتكوين تحديدا بيكون الناس فيها نوع من أنواع المخاطرة وهي بتشتريها. هي أنا بحسها نوع من أنواع الانفستمنت أو الادخار. يعني صح. أنا زي ما بتاجر في البورصة بتاجر في الذهب ساعات. كون إن دولة تأكد على ده ببنك مركزي، وبنتكلم على أوروبا، يعني بنتكلم على 19 دولة تحديدا موجودة هيكون ليها نوع من أنواع التعامل الرسمي بالعملات المشفرة. عايز أقول لك إن البيتكوين ده بقاله فترة كبيرة، يعني مش ظاهر بقاله سنة أو اتنين، هو بقاله فترة كبيرة جدا، بنتكلم حوالي 10 سنين مثلا. نروح لدكتور عبد الوهاب. يلا نعرف منه أكتر. دكتور صباح الخير. صباح النور الأستاذة بسنت والأستاذ أحمد. إحنا طولنا على حضرتك أنا عارف. بس يعني عاوزين نبسط للمشاهدين ونعرفهم ايه هي العملة الرقمية وايه فايدتها وازاي ممكن العالم يتجه ليها بعد اعلان اوروبا ان هي هيكون عندها نوع من انواع العملات المشفرة، ومع تقنية الميتافيرس ودخول العالم ليها ازاي هيكون هو ده الواقع الجديد اللي بيفرض نفسه. الحقيقة الكلام اللي انت قلته من شوية كلام ممتاز جدا. طبعا العملة بشكل عام هي ليها اصول متداولة في البيع والشراء للمنتجات والخدمات بشكل عام. صحيح. ومرتبطة كمان بالبورصة. لكن احنا في سنة 2008 لما طلع ساتوشي ناكاموتو واعلن عن البيتكوين، ساعتها كانت حاجة جديدة، لان هو اخترع تكنولوجيا جديدة اسمها البلوك تشين. وهو كان عنده مقولة ان احنا عايزين نتبادل العملات رقميا مشفرة بدون تدخل البنوك المركزية وبدون إضافة أي نوع من المصاريف الإضافية. وده بشكل عام ضد البنوك المركزية في العالم، حتى سياسات الدول كمان. وسياسات الدول حتى ساعتها طلع صندوق النقد الدولي وقال إن ده هيبقى تهديد للاقتصاد العالمي. صحيح. بشكل عام. لكن بشكل عام لما طلعت البيتكوين مين اللي استفاد منها في البداية؟ وعندنا أكثر من 3000 عملة النهاردة رقمية. اللي استفاد منها بشكل عام في البداية الناس اللي كان عندهم فلوس عايزين يهربوها من دول، الناس اللي بتشتغل في مجال غسيل الأموال، تجارة المخدرات، تمويل الإرهاب، لأن ما فيش رقابة، كل الموضوع بيبقى رقم سري مشفر وخلاص. لدرجة ان النهاردة البيتكوين بقى يتراوح ما بين $50,000 صعودا وهبوطا، النهاردة تقريبا. صحيح. ما يقرب من $43,000. اذا دي عالية المخاطر جدا. لحد كده البنوك المركزية كلها رفضة العملات المشفرة اجمالا.
لكن طلع طبعا شركة فيسبوك والشركة العالمية الكبيرة لما قالت أنا والله هطلع عملة رقمية بضمان شركتي وسموها ليبرا. نعم. وخلاص قالوا إحنا هنصدرها. طب قالوا ليه؟ شركة فيسبوك تعتبر أكبر من أي بنك في العالم، ليه؟ عندها أكثر من 3 مليار عميل، فلو بتبيع منتجاتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي هتكسب منها تريليونات. صحيح. فجيب في الاجتماع الأخير لوزراء المالية والاقتصاد في الاتحاد الأوروبي قالوا لا، احنا اصلا عاملين حظر للعملات الرقمية، وبالتالي هنعمل حظر على الليبرا لتهديدها للمواطن الأوروبي والأسواق الأوروبية، لان هتسحب كتير من الفلوس من الاتحاد الأوروبي، وكمان هيبقى فيها نوع من التهديد للنظام المالي العالمي. طيب نفس الكلام قالوه جميع البنوك العالمية، لكن للأسف في بعض الدول في أوروبا وفي بعض الدول العربية سمحت بالتعامل لبعض العملات الرقمية المشفرة من خلال أنها وضعت بعض الATM ماشينز في البلاد عندها عشان تكسب هي كمان، وبعض الشركات العالمية سمحت البيع والشراء من خلال هذه العملات الرقمية المشفرة، رغم أنهم عارفين أنهم لهم مخاطر عالية جدا وبعض الأعمال المشبوهة. لا. طب إيه الحل؟ إيه الحل؟ أنا يعني تشرفت من حوالي 4 سنين في محاضرة للدكتورة كريستين لاجارد، كانت رئيسة صندوق النقد الدولي وحاليا هي رئيسة صندوق النقد الأوروبي، وقالت إحنا تأخرنا كثيرا كبنوك مركزية في اللحاق بتكنولوجيات العملات المشفرة. طب إيه الحل؟ النهارده بقى في تعليمات واضحه من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لبعض البنوك المركزيه بحكم اصدار عملات رقميه مشفره، بس ايه الفرق؟ بضمان البنوك المركزيه. عشان كده زي ما حضرتك قلت يا استاذ احمد من شويه ان البنك الاوروبي نفسه بصدد اصدار اليورو الرقمي، بس في الحاله دي مش هيبقى عمله مضاربات، يعني يبدا النهارده بيورو وتاني يوم تلاقيه ب 1000 يورو وينزل ويطلع. نوع من انواع الاستقرار. نوع من الاستقرار، وفي نفس الوقت هيدي نوع من السهولة للشباب بالذات التعامل الرقمي بسهولة جدا بدون إضافة أي مصاريف إضافية من خلال البنوك العادية. يعني نقدر نقول يا دكتور إن هي هتبقى محفظة إلكترونية. بالضبط كده، هي هتتيح تعامل أسهل شوية من تحويل البنوك الحاليا دلوقتي. طب دكتور، يعني احنا بنتكلم النهارده في عمله ظهرت من ولا حاجه وابتدت الناس تثق فيها وابتدت الناس يعني تحط فلوس كتير قوي. انت بتتكلم النهارده البيتكوين بيصل لكام الف دولار، بنتكلم بكتير قوي، فمع ان حصل هبوط الفتره اللي فاتت في سعر البيتكوين لو انا مش غلطانه. بيطلع وينزل. بس كان فيه هبوط حاد الفتره اللي فاتت وطلع تاني. فالثقه اللي المستخدمين جابوها منين؟ هو بصي حضرتك، احنا لما بنيجي نقول النهارده العملات المشفره اللي اكثر من 3000 عمله النهارده حجمهم عالميا حوالي بما يوازي بالسعر السوقي حاليا حوالي 2.25 تريليون دولار، وليس مليار، تريليون دولار، وده يعادل حوالي 2.5 من الناتج المحلي الاجمالي العالمي، ده ميزانيه عشرات الدول. طب مين اللي بيخاطر في هذه الوضع الاموال دي انها تطلع وتنزل؟ الناس اللي بيشتغلوا في المخاطر العالية، وهم بالذات الناس اللي بيشتغلوا في غسيل الأموال وتجارة المخدرات وتمويل الإرهاب وتهريب الأموال ما بين الدول وجميع الجرائم المرتبطة بالفساد. لو كسبان فلوس من المخدرات كسب وطلع ونزل ما فيش مشكلة معاه، علاوة على أن أنا بقول دايما في أيدي خفية في العملات المشفرة هي اللي بتطلعه وتنزله على حسب مزاجها هي، لان مين المتحكم النهارده محدش يعرف. في ايات احنا زي ما بنقول في عندنا الانترنت السوي اللي احنا بنتعامل بيه، في حاجه اسمها بلاك انترنت، الانترنت الاسود اللي هو بيشتغل اللي هو بيشتغل في حاجات احنا ما نعرفهاش، من غسيل الاموال والمخدرات وغير تجاره بالبشر واعضاء والحاجات دي كلها. اذا نرجع نقول بقى ان طب زي ما انت قلته من شويه، امال احنا بقى هنعمل ايه في العالم الواقع الافتراضي اللي جاي ده؟ النهارده لما ايلون ماسك اعلن النهارده هيتركب شريحه في مخ الانسان، طب وهنسجل كتير قوي، صعب قوي مواكبه كل التكنولوجيات دي كلها. ايوه، وهنعيش، ما هي دي كلها تطبيقات الثوره الصناعيه الرابعه، وهنعيش في العالم الافتراضي ان طب النهارده
بقت السيطرة على العالم الرقمي العالمي بقت صعبة. صحيح. النهاردة المواطن بقى مواطن رقمي. فبقت المخاطر كل ما التكنولوجيا بتزيد كل ما المخاطر بتزيد والتحديات بتزيد على الناس، وخاصة في أمن وسرية المعلومات. إن العالم الافتراضي النهاردة هيخلي كل إنسان عايش في قرية هيحلم إنه عايش في باريس، وهيعمل لنفسه عالم افتراضي. ودي هتؤدي إلى مزيد من الإنعزالية للمجتمعات والأفراد والأسر. عشان كده لازم إحنا النهاردة في مصر بالذات لازم على مجموعات من الناس اللي بيقودوا الفكر في مجال علوم الاجتماع والعلوم النفسية والطب النفسي يدرسوا هذه الظواهر تأثيرها هيبقى إيه على الاقتصاد وعلى الأسرة. دكتور عبد الوهاب، في الحقيقة هو موضوع مهم جدا وشائك جدا، وفي تفاصيل كتيرة قوي يعني مش حابين إن إحنا بس ناخدها عبر الهاتف. إحنا حابين حضرتك أكيد تنورنا في الاستوديو مرة تانية نتكلم بشكل مفصل أكتر عن العملات المشفرة. دكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، بنشكر حضرتك كل الشكر على هذه المكالمة القيمة.